بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج جيل ترند. بالتأكيد كنا نتمنى النهاردة نكون مع حضراتكم ومعانا كأس السوبر، بنحتفل وبنتكلم على فوز الأهلي بلقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن الرياضة والكورة دايما فيها مكسب وخسارة، مش هتفضل تكسب طول العمر، ولكن مهم جدا لما تخسر تستفيد من الدروس اللي ممكن تخرج بيها من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري. مباراة فيها تفاصيل كتيرة وفيها كلام كتير ممكن نقوله، ولكن هي مباراة في بداية موسم، والموسم مليء بالبطولات والأحداث الرياضية العديدة التي سيشارك فيها النادي الأهلي على مدار هذا العام. يمكن بطولة السوبر الإفريقي هي بطولة من مباراة واحدة، ولكن خلال الفترة المقبلة الأهلي عنده دوري أبطال إفريقيا، الدوري الأفريقي، كأس العالم للأندية، بخلاف مباريات الدوري العام اللي هتنطلق إن شاء الله أولى اللقاءات بالنسبة للأهلي يوم الثلاثاء القادم أمام النادي المصري في استاد برج العرب. عندي كواليس كتيرة وعندي تفاصيل كتيرة، ولكن قبل ما أدخل في أي حاجة وقبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة عايز أوجه الشكر لجماهير النادي الأهلي. شكرا لجمهور النادي الأهلي في كل مكان اللي سافر من مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية، قطع آلاف الكيلومترات من أجل أن يتواجد في مدينة اللطائف لدعم ومساندة الأهلي. شكرا لجماهير الأهلي التي أتت من كل مكان حول العالم، سافرت من قطر، من الإمارات، من المكسيك، من هولندا، من إيطاليا، من ألمانيا لتشجيع النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي أكيد بتضرب المثل دايما، والصورة امبارح كانت أفضل حاجة نقدر نتكلم عليها، حضور جماهير النادي الأهلي بما لا يقل عن 18,000 مشجع. المشهد ده ما شفناهوش حتى في البطولة العربية اللي استضافتها المملكة العربية السعودية، لما كان بيشارك أكتر من حوالي 16 نادي من مختلف دول العالم أو من مختلف الدول العربية، ولكن جمهور النادي الأهلي بالأمس 18,000 مشجع في استاد الملك فهد. عدد جماهير اتحاد العاصمة الجزائري لم يتخطى 500 أو 400 مشجع في ملعب المباراة، فجماهير النادي الأهلي لولاها ما كانش المباراة هيبقى فيها حدث كبير، ولا كانت المباراة نجحت بهذا الشكل، ولا كان هيكون فيها هذا الحضور الجماهيري في ظل اختيارات الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة خارج ملعب الفريق الفائز بدور الأبطال، إقامة المباراة في ملعب صغير ليس ملعب كبير، ولكن نجاح البطولة جاء بحضور جماهير النادي الأهلي. لولا جماهير الأهلي ما كان لهذا الحدث أن ينجح بهذا الشكل اللي شفناه امبارح في استاد الملك فهد. حلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل كتيرة، ولكن أبدأ بسرعة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الفريق تعود للقاهرة اليوم، وكمان الفريق يبدأ استعداداته لانطلاق بطولة الدوري. وفي الترند العالمي، صلاح أكثر إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريمير ليج. نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة السبت الممتاز، جولة من المباريات في الخمس دوريات الكبرى، والبداية من الدوري الإنجليزي. منذ قليل انتهت مباراة ولفرهامبتون مع ليفربول بتقدم وفوز ليفربول 3-1، أستون فيلا مع كريستال بالاس 0-0، فولهام مع ليوتن تاون 0-0، مانشستر يونايتد مع برايتون 0-0، توتنهام وشيفيلد يونايتد المباراة دي بتقام حاليا في هذه الأثناء 0-0 تعادل سلبي، وستهام يونايتد مع مانشستر سيتي ما زال التعادل السلبي أيضا. المباراة دي كلها بدأت حوالي الساعة 5، الساعة 7:30 نيوكاسل يونايتد مع برينتفورد. ونروح لمباريات الدوري الأسباني، منذ قليل انتهت مباراة أتلتيك بلباو مع قادش، وبلباو فاز 2-0، فالنسيا في هذه الأثناء متعادل مع أتلتيكو مدريد 0-0، سيلتا فيجو بيستضيف ريال مايوركا الساعة 7:30، وفي الساعة 10 برشلونة بيستضيف ريال بيتيس. الدوري الإيطالي، الشوط الأول انتهى منذ قليل بتقدم يوفنتوس على لاتسيو 2-0، الساعة 7 انتر ميلان بيستضيف ميلان، والساعة 10 إلا ربع جنوا بيستضيف نابولي. الدوري الفرنسي، في الساعة 6 رين بيستضيف ليل، وفي الساعة 10 لانس بيستضيف ميدز. الدوري الألماني، الشوط الأول انتهى منذ قليل ولايبزيج متقدم على أوكسبورغ 2-0، وبروسيا دورتموند متقدم الآن على فرايبورغ 1-0، فولفسبورغ متقدم 1-0 على يونيون برلين،
وما زال التعادل السلبي في لقاء ماينز مع شتوتغارت. في هذه الأثناء أيضا هوفنهايم متقدم على كولين 1-0. وفي الختام ختام مباراة اليوم الساعة 7:30 بوخم بيستضيف انتراخت فرانكفورت. دي أبرز مباريات اليوم في الدوري الألماني. قبل أن نطلع لفاصل، النهاردة ذكرى ميلاد لواحد من أساطير النادي الأهلي، رمز كبير جدا من رموز الانتماء والعطاء في النادي الأهلي، عاش ثابت ومات بطل. النهاردة ذكرى ميلاد كابتن ثابت البطل، ولد في 16/9/1953، وبعد صراع طويل مع المرض توفي في 14 فبراير 2005. رحم الله الكابتن ثابت البطل، أحد أعظم من تولى منصب مدير الكرة في مصر، أعطى الكثير للنادي الأهلي، وأحد رموز الانتماء للنادي الأهلي. عاش ثابت ومات بطل. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا لا حديث سوى عن مباراة الأمس ما بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وقلت في البداية الكورة طبعا بالتأكيد مكسب وخسارة، ولكن وانت بتكسب بتحتفل، والسنة اللي فاتت احتفلنا الحمد لله يمكن في 5 بطولات، وكان موسم تاريخي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. ولكن البداية هذا الموسم، يعني البداية ممكن تكون صعبة، فقدت لقب كنت الأقرب إليه، الحظوظ كلها والترشيحات كلها كانت بتصب في مصلحة الأهلي، ولكن الكورة دايما معودانا على المفاجآت. ولكن في عوامل كتيرة ممكن تكون من أسباب خسارة امبارح. جزء التحكيم كان جزء الناس كلها بتتكلم عليه من امبارح، ولكن ليس هو العامل الأساسي في الخسارة. يعني انت بالتأكيد لو عايز تشتغل على الموسم بشكل جيد لازم تعتبر ان خسارة امبارح دي درس قوي جدا عشان تفوق بدري، لأن في بعض الأحيان لما تبقى كسبان كل حاجة ممكن تدخل الموسم الجديد وانت الثقة زايدة شوية، فمحتاج مباراة ترجعك من جديد وتعرفك ان الكورة فيها مفاجآت، وانك لازم لما تنزل لأرضية الملعب تفتكر ان الملعب ده أحيانا بل كثيرا ما يعطي للفريق الأقل حظوظا فرص للفوز ببعض البطولات، وده حصل في ماتش امبارح. فريق اتحاد العاصمة نقدر نقول على المستوى الفني ليس بقوة وقيمة الأهلي الفنية. نحترم فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتأكيد، فريق شقيق، ولكن على المستوى الفني بيفتقد لأمور فنية عديدة في مواجهة الأهلي، ولكن قدر بضربة جزاء يكسب الماتش والبطولة. وعبد الحق بن شيخ احنا قلنا قبل كده الكلام ده كذا مرة، من المدربين اللي بيقدروا يلعبوا على النهائيات. كسب كأس السوبر الإفريقي مع فرقتين، كسب مع نهضة بركان، وكسب المرة دي مع اتحاد العاصمة الجزائري. في الكونفدرالية برضو حقق الإنجاز ده مرتين، ومرتين بشكل مختلف، كسب مع نهضة بركان وكسب مع اتحاد العاصمة الجزائري. مدرب عنده خبرات كبيرة، فكان لابد بالتأكيد اللي انت تعمل للموضوع ده ألف حساب. ولكن مباراة وبطولة وعدت، ما ينفعش نقف عندها كتير، لكن الجهاز الفني محتاج يقف عندها كتير قوي. يعني احنا ممكن ما نتكلمش فيها كتير، ولكن الجهاز الفني محتاج يتكلم فيها كتير قوي مع اللعيبة. وده اللي قاله امبارح مارسيل كولر في حديثه مع اللاعبين بعد نهاية المباراة في غرفة خلع الملابس. واكيد خلال الفترة اللي جاية في كلام كتير جدا هيتقال ما بين الجهاز الفني واللعيبة على تخطي هذه المباراة ونسيان هذا اللقاء، ولكن الاستفادة من الأخطاء اللي حصلت في مباراة امبارح. ماتش امبارح فيه أخطاء كتيرة، فيه أخطاء فنية الفنيين يقدروا يتكلموا عليها، فيه أخطاء تحكيمية خبراء التحكيم أكتر ناس يتكلموا عليها، ولكن
أنا هتكلم على سياق تاني، والسياق ده مهم جدا، متعلق إن السنة دي يا جماعة سنة صعبة، مش سنة صعبة عشان الماتشات كتيرة والبطولات كتيرة، لا، سنة صعبة لأن التحديات كتيرة. أنت لما تنزل تلعب أي ماتش أكيد لازم تأدي وتلعب بنسبة 100% من مجهودك. ليه؟ عشان تكسب. ولكن أنت الفترة اللي جاية محتاج تلعب عشان مجهودك ما يضيعش، وتبذل ضعف مجهودك عشان العوامل المعاكسة اللي ممكن تقابلك في الماتشات. عوامل معاكسة بقى مثلا زي التحكيم، زي جمهور، زي أرضية ملعب، حاجات كتيرة قوي ممكن تقابلك خلال الفترة اللي جاية. ولكن امبارح التحكيم لم يكن في المستوى، والكلام اللي هقوله ده مش مبرر عشان الخسارة، ممكن يكون جزء من أسباب الخسارة، ولكن التحكيم ليس سبب رئيسي في الخسارة، لأن في أسباب تانية أكيد الجهاز الفني اتكلم فيها امبارح، وحتى كولر في المؤتمر الصحفي اتكلم على حاجات كتيرة أكيد هيعالجها خلال الفترة اللي جاية. ولكن التحكيم كان ليه أخطاء، ولكن احنا لو كنا في حالتنا، ولازم نواجه نفسنا بالحقيقة، لو كنا في حالتنا كنا ممكن نكسب، وكنا ممكن نعمل نتيجة أفضل من كده. خبراء التحكيم اختلفوا في بعض اللعبات، وأنا مش خبير تحكيمي، فمش هتكلم في ألعاب معينة، ولكن امبارح ظهر إيه؟ أولا الحكم الجابوني صغير في السن، 32 سنة، ويمكن احنا هنا من أوائل الناس اللي انفردنا بأسماء طاقم التحكيم من حوالي 10 أيام من قبل ميعاد المباراة، وقلنا المباراة هيديرها حكم صغير في السن لسه من الحكام الواعدين، وعلى تقنية الفيديو VAR حكمة من موريشيوس، وقلت ساعتها دي لأول مرة يتم الاستعانة بحكمة لإدارة تقنية الفيديو في أهم مباراة زي مباراة كأس السوبر الإفريقي. طيب حكم امبارح كان نازل متوتر جدا، عصبي جدا، ولكن كانت ليه تصرفات غريبة شوية، حاد جدا مع لاعبي النادي الأهلي، حاد جدا مع لاعبي النادي الأهلي، وفي نفس الوقت بيتكلم بلطف وتحذيرات بسيطة مع بعض لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري. دي نقطة، ودي نقطة يعني لفتت انتباه ناس كتيرة امبارح وهي بتتكلم على هذه الجزئية. طيب النقطة التانية، الأخطاء التحكيمية اللي حصلت امبارح أي حكم معرض لها، ممكن يخطأ في تقدير لعبة، في احتساب ركلة جزاء، في عدم احتساب ركلة جزاء، ولكن في وجود تقنية الفيديو كانت برضو نقطة غريبة جدا. ليه؟ لأن أنت المفروض تقنية الفيديو موجودة عشان تشوف اللقطات اللي زي دي، الأخطاء اللي زي دي، حكمة موجودة على تقنية الفيديو كان أمر غريب جدا، ما عندهاش خبرات، أول ما ظهرت كانت من سنة سنتين، كانت AA VAR، فكان الاختيار كان اختيار غريب. امبارح الأهلي يستحق ضربة جزاء واضحة لا يختلف عليها اتنين، ضربة جزاء لصالح كهربا، وكولر امبارح في المؤتمر الصحفي اتكلم قال لك مفيش حاجة اسمها في القانون انك تدي فرصة أثناء وجود ركلة جزاء، يعني ضربة جزاء صفر، ضربة جزاء صفر، لكن تدي مساحة ان في اعطاء فرصة لإحراز هدف بعد وجود عرقلة وضربة جزاء داخل منطقة الجزاء، ده اسمه تهريج وهزار. انا قلت مش هدخل في تفاصيل تحكيمية، ولكن هتكلم في جزئيات ليها علاقة بان المفروض الناس في مصر، المفروض الناس في مصر وفي المنظومة القروية المصرية تركز شوية مع التفاصيل اللي بتحصل في الكرة الإفريقية. يعني طاقم تحكيم امبارح ده المفروض ما كانش هو المرشح لإدارة المباراة، كان المفروض اللي هيحكم هذه المباراة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، حكم الكونغولي جون جاك نادالا هو اللي كان من المرشحين لإدارة هذه المباراة، ولكن طبقا لاختيارات الفيفا ان الحكم اللي كان موجود امبارح، الحكم الجابوني، هيكون موجود في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في اندونيسيا، فتم تكليفه بالمباراة دي كدعم ليه قبل ما يطلع على كأس العالم خلال الفترة اللي جاية. ما هو مش طبيعي الفيفا تاخد حكام من أفريقيا والحكام دول مش موجودين في المباريات القوية أو المباريات الرسمية، فكانت الترشيحات من اللجنة حاجة أو من مدير اللجنة حاجة، ثم التغيير اللي تم عشان دعم الطائم ده اللي مسافر لكأس العالم كان حاجة تانية. هل ده ممكن يكون سبب؟ وارد، ولكن فكرة التغيير في لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي كل سنة وكل سنتين ده أكبر غلط. يعني الناس في الاتحاد الافريقي لو عايزة تعمل تطوير للتحكيم مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. أنا فاكر في آخر سنة ونص لجنة الحكام اتغيرت 3 مرات، وقبلها بسنتين
لجنة الحكام اتغيرت في السنة الواحدة مرتين، لجنة خبرة، لا لجنة حكام بترشيح الاتحادات، لا نرجع نشيل ترشيحات الاتحادات ويبقى مدير اللجنة هو اللي بيدير، وشلنا ايدي مايه وجبنا دوي الحكم الإفواري، لا 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 دوي مش هيدير لوحده، لازم نعمل إعادة تشكيل اللجنة. فكل اتحاد بقى رشح رجالته، اتحاد جنوب إفريقيا وباتريس موتسيبي جاب فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة حكام بس هو اللي بيدير اللجنة بشكل عام، شال الكابتن عصام عبد الفتاح، في طردية للجزائر عشان خسرت في المكتب التنفيذي فنجيب جمال حيمودي عضو مكتب عضو لجنة حكام. أنا بقول لكم بكل صراحة تعديلات الكتير في لجنة الحكام ده لا يساعد ولا يساهم في التطوير، وفكرة أنك ترجع للكتالوج القديم اللي كان موجود من 3-4 سنين في عهد أحمد أحمد وأن كل اتحاد يرشح رجالته في لجنة الحكام كده أنت بترجع للتحكيم لعشر سنين تاني ورا. وفكرة أن ممكن حد من المكتب التنفيذي يشرف من تاني على لجنة الحكام ده بيرجع التحكيم الإفريقي لعشر سنين تاني ورا، ما ده مش تطوير، ده مش تطوير. ماتش امبارح احنا كنا أكثر الناس حرصا على معرفة طاقم التحكيم من أول إعلانه بشكل رسمي، وقلنا الأسماء واتكلمنا أن الحكام دول صغيرين في السن، واتقال أن الحكام دول من قائمة البروفيشنال، قائمة الحكام المحترفة اللي بيتم دعمها بمشروع من الفيفا والكاف. ولكن امبارح الكلام الكبير اللي بيتقال ده على أرضية الملعب ما شفناش ده خالص. حكم متوتر، عصبي جدا، بيتعامل بغرور وتعالي بشكل غير طبيعي. وأنا برضو ألوم على بعض اللاعبين بخبراتهم، لازم يكون عندهم كياسة في التعامل مع الحكام اللي من النوعية اللي زي دي. يعني أنت تعاملت مع حكام أسوأ من ده 100 مرة، والحكام اللي كانوا أسوأ من ده 100 مرة تم استبعادهم من فترة، ما بتشوفهمش، قعدوهم في البيت زي على الأقل يعني الحكم الجنبي بكاري جسامة. فأنت عندك خبرات، فكان لازم يكون في تعامل بكياسة مع حكم زي ده. الاعتراضات الكتير جت بشكل سلبي، اعتراضات على الحكم في كثير من اللعبات جت بشكل سلبي، وتحس أنه دخل في تحدي، لا مش هحسب. وحتى قرار احتسابه لضربة جزاء فريق اتحاد العاصمة هو ما كانش شايف اللعبة ولا عارف هيحسب ايه، والفار استدعاه. والفار لما يستدعي حكم لمراجعة لعبة يبقى تقييم الحكم هنا بينزل درجة ودرجتين، لأن هو أساسا في الملعب والكرة قدامه مش قادر ياخد قرار، الكرة قدامه مش قادر ياخد قرار، فالفار رجعه. رغم أن الفار في لعبات تانية للأهلي حتى ما فكرش يقول للحكم طب تعالى اتفرج أو تعالى بص، وإن كان لعبة كانت واضحة وضوح الشمس بنفس معيار احتساب الفار لركلة جزاء اتحاد العاصمة ما حسبهاش للأهلي وادى إتاحة فرصة. ليه؟ حكام صغيرين، حكام ما عندهمش خبرات، تم تعيينهم مجاملة مجاملة لهذه المباراة. مش معنى ان هو رايح كاس عالم لناشئين تحت 17 سنة تديله مباراة زي ديت، هل ده مجاملة لعضو المكتب التنفيذي بير ألن الجابوني؟ هل ده مجاملة مثلا ان عضو المكتب التنفيذي الجابوني بير ألن شايف ان الحكم الجابوني بير أتشو رايح كاس عالم فدعم ترشيحه لمباراة السوبر رغم ان كانت اللجنة بتفكر في الكونغولي نادالا؟ ما دي تفاصيل اكيد احنا بنحاول نطرحها عشان القائمين على إدارة الكرة في مصر او المسؤول اللي في المكتب التنفيذي يعرف التفاصيل دي، يعرف ويفهم التفاصيل دي. ما احنا داخلين على معمعة دوري ابطال افريقيا وداخلين على معمعة الدوري الافريقي، والمفاجأة كمان ان الدوري الافريقي السوبر ليج اللي كان بيتقال في البداية ان هيتم استخدام افضل التقنيات اللي استخدمها الفيفا في البطولات السابقة لغاية دلوقتي احنا مش متأكدين هتبقى موجودة ولا لأ، زي تطبيق تقنية النصف آلي في التسلل، هل هتتطبق في السوبر ليج ولا لأ؟ ما هي البطولة دي اتعملت عشان تطوير الكرة الإفريقية، يعني بطولة السوبر ليج اتعملت عشان تطوير الكرة الإفريقية، ولسه بتبص على السوبر ليج في أوله ألف ب حكام البطولة من حكام أفريقيا. يعني حكم امبارح ده هيكون موجود في السوبر ليج على فكرة، لأن كمان مش حكام أفريقيا بس، ده حكام البروفيشنال، يعني مش حكام النخبة. ما هي النخبة دي مثلا أديك مثال، هتكلم مثلا بأسماء الحكام المصريين عشان أقرب الصورة شوية للسادة المشاهدين. أنت عندك قائمتين في لجنة الحكام في الكاف، في قائمة النخبة وفي قائمة البروفيشنال. قائمة البروفيشنال دي اللي بيصرف عليها الفيفا والكاف برواتب شهرية للحكام لتطوير الكرة الإفريقية وتطوير التحكيم
وبالتالي في دعم قوي للقائمة دي. دي القائمة اللي هتدير مباراة السوبر ليج، فيها من مصر الكابتن أمين عمر، فيها من الجزائر الكابتن مصطفى غربال، فيها بيير أتشو الحكم الجابوني، فيها مملكة سيما الحكم الأثيوبي. دول الحكام اللي موجودين في قائمة المحترفين. هيثم قراط من تونس، دول الأبرز. طب قائمة النخبة، قائمة النخبة بقى أشمل، فيها حكام أكبر، فيها أمين عمر، فيها محمد معروف، فيها محمود البنا مثلا، دي قائمة النخبة. لكن قائمة البروفيشنال فيها واحد من كل دولة، أمين عمر من مصر، بيير أتشو من الجابون، مملكة سيما من أثيوبيا، مصطفى غربال من الجزائر، سمير القزاز من المغرب، الحكمة اللي كانت موجودة امبارح على تقنية الفيديو من موريشيوس ماريا ريفيد موجودة في البروفيشنال. دول الحكام اللي هيكونوا منورينا بقى في السوبر ليج. كان الكلام بيتقال ان ممكن يتم الاستعانة بحكام اوروبا، كان الكلام بيتقال ان ممكن يتم استخدام حكام اوروبا في تقنية الفيديو. كل الكلام ده اقفل يا باشا، مش موجودين. لا، هم دول اللي هيكونوا معاك في السوبر ليج. فتم اسناد ادارة المباريات وتعيين المباريات للجنة حكام الكاف. تعيينهم منين؟ من قائمة البروفيشنال. يظهر بقى بيير أتشو، يظهر بملكة سيما، يظهر ندالة، يظهر المجموعات اللي انتوا ايه عارفينها، عيسى صام من السنغال كان حكم رابع امبارح. ممكن الاسماء دي تشوفوها في المباريات الجاية في السوبر ليج. فدي الكواليس المتعلقة باختيار الأطقم التحكيمية، التطوير المزعوم اللي موجود في الاتحاد الافريقي في التحكيم واحنا مش شايفين تطوير، اخطاء للأسف غير مبررة، حكم نازل تحس ان هو متربص، أخطاؤه ما يغلطهاش حكم لسه بيبدأ تحكيم. أنا قلت كل التفاصيل دي مش سبب للخسارة، ومهم جدا عشان ندرس ونستفيد من الأخطاء ما نقولش إن كل دي أسباب الخسارة. في أمور فنية الجهاز الفني أكيد واخد باله منها، والجمهور على فكرة بيتكلم فيها من امبارح، ولكن ليس أنا دلوقتي الآن في معرض للحديث عنها. يعني دي أمور فنية الجهاز الفني يشتغل عليها عشان يدرس ويشوف الأخطاء دي ازاي يتم تداركها في الفتره اللي جايه. ولكن الجزء اللي محتاجين نعمل عليه سبوت بشكل قوي كاعلاميين وكصحفيين في مصر، عشان الكلمه اللي بنقولها على فكره بتوصل وبتسمع. لا، فكره انك كل شويه تغير في لجنه الحكام ده غير مقبول. مره لجنه خبراء، مره ترشيحات الاتحادات، مره اعضاء مكتب تنفيذي يتدخلوا لترشيح حكام على حساب اخرين. امور لا يستقيم معها الوضع في الكره الافريقيه، لا في دوري الابطال ولا في السوبر ليج اللي جاي. حتى نهائي دوري الابطال مع الوداد كانت فيه اخطاء كارثيه من الحكم الاثيوبي مملكه سيما، وكانت فيه نفس الاخطاء الكارثيه من معتز ابراهيم. على فكره معتز ابراهيم الشلماني ايضا، او معتز عبد الحكيم الشلماني، موجود ايضا في السوبر ليج، موجود ايضا في قائمه البروفيشنال، عشان بس ما حدش يتصدم او يتخض يفتكر ان الاخطاء دي الحكام دي هيتم استبعادها. لا، دول معانا للسنين اللي جايه، وكل واحد عنده دعم، وكل واحد ليه صوت على الترابيزه، كل واحد ليه صوت على الترابيزه. فالاخطاء دي هنشوفها في السوبر ليج، في دوري الابطال. ولكن انت بقى كنادي اهلي، كفريق النادي الاهلي، عشان تعدي المشاكل دي لازم تنزل الملعب، ومش تأدي بنسبه 100%، لا، بنسبه 200%، عشان لما يكون في خطا تحكيمي ما ياثرش على نتيجه المباراه. هتقول لي ما انا لازم برضه اخد حقي، وفي الاخر اديني حقي وحاسبني، ماشي، بس مهم اعمل اللي عليا في الملعب، انزل وادي مباراه كبيره، واضيع فرص واحاول، وما اعترضش على الحكم، واحاول اكسب الحكم، ولازم يكون في كياسه في التعامل مع الحكام الافارقه تحديدا في المباريات. دي على فكره نقاط مهمه جدا، نقاط مهمه جدا. في ماتش الوداد في الاياب في نهائي دوري ابطال افريقيا نجحنا في ده، رغم اخطاء التحكيم. الشوط الاول كنا بنحتد بشكل قوي على مملكه سيما، وكان ممكن حسين الشحات يطرد وياخد كارت احمر، لكن الشوط الثاني لا، شتان الفارق. شفت بقى لما نزلت الشوط الثاني وركزت في المباراه وشلت الحكم من دماغك، عرفت تكسب، عرفت ترجع بالكاس. ده اللي محتاجين نعمله في الماتشات اللي جايه. هيقابلك تحكيم سيء، وهتقابلك ظروف صعبه، وهتقابلك مواعيد غير ادميه، غير ادميه، لا في تخطيط ولا في نظام في الكره الافريقيه. بس انت دورك انك تنزل تعمل الهوم ورك بتاعك، تأدي، تكسب، تسعد جمهورك، عشان مهما كانت اخطاء التحكيم لو الحكم شايفك في الملعب انت وان سايد جيم، مش هيقدر خلاص، ما هو مش هياخد الكره من رجلك ويدخلها في الشبكه ويقولك انت عليك جون. لا، ما حدش هيعمل كده.
فانت مطلوب منك لازم تركز، الموسم صعب جدا ومحتاج تضافر كل الجهود على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني. على المستوى الجماهيري انا مش هقدر اقول اي حاجه. امبارح الحاجه الوحيده اللي كانت في الملعب صح هو كان جمهور الاهلي. امبارح جماهير الاهلي بصراحه بامانه يعني تحملت مشقه ومعاناه كبيره جدا 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 عشان تقدر تحضر المباراه دي في ملعب الطائف. ناس جايه من على بعد 800 كيلو من الرياض، وعلى بعد 500 كيلو من جده، وعلى بعد 600 كيلو من مكه، وجماهير جايه من قطر ومن الامارات، وحجز التذاكر اللي اتطرح على كذا دفعه لغايه لما جمهور اتحاد العاصمه ما قدرش ياخد الجزء المخصص ليه، لان كانت المفاجاه كمان ماتش امبارح. مش هقول بقى يتم طرح مثلا 20% لجماهير الاهلي و20% جماهير اتحاد العاصمه و60% للجماهير العامه زي ما حصل من سنتين في نهائي دوري ابطال افريقيا، قال لك لا 50% للاهلي و50% لاتحاد العاصمه. يعني شوفوا حتى الذكاء في المعايير اللي الاتحاد الافريقي بيتعامل فيها مع مباراه فاينل كانت المفروض يعني بتتلعب على ارض محايده طبقا لكلامهم، وهي كانت في ملعب نادي الوداد، وامبارح المباراه على ارض محايده معيار طرح التذاكر ما كانش واحد. هنا في ماتش الوداد كانت التذاكر كلها للاشقاء في الوداد، وهنا التذاكر لها 50 50. بس لما لقوا ان اكتر من نص الملعب هيبقى فاضي اعادوا طرح التذاكر في اكتر من مره واكتر من دفعه، فكانت جماهير النادي الاهلي بتحجزها. حتى اخر دفعه اللي كانت حوالي 1000 تذكره نادي اتحاد العاصمه امبارح كان بيديها بالمجان لجماهيره، عشان في الاخر نبص على الملعب نلاقي فيه 18000 مشجع من النادي الاهلي وحوالي 500 ولا 400 من مشجعي اتحاد العاصمه. دخلوا بالشماريخ وبالاعلام وعملوا كل اللي هم عايزينه، عملوا كل اللي هم عايزينه. لما نشوف كمان هيبقى في عقوبات من الاتحاد الافريقي على الشماريخ اللي تم رفعها امبارح واضاءتها امبارح في ملعب المباراه ولا لا. لكن جمهور الاهلي بصراحه نرفع له القبعه وشابوه لجمهور الاهلي على السيمفونيه والتشجيع والمسانده والمؤازره لجماهير النادي الاهلي. الحاجه الوحيده اللي لا تستفيد من الكوره هي جماهير النادي الاهلي. تحضر كاس عالم في المغرب تلاقي الجماهير موجوده، تروح قطر تلاقي جماهير الاهلي موجوده، تروح الامارات الجماهير موجوده، في السعوديه الجماهير موجوده، عندك كاس عالم بعد 3 شهور هتلاقي جماهير النادي الاهلي موجوده. فالحاجه الوحيده اللي ممكن نقولها امبارح على مباراه امبارح بشكل ايجابي وكويس هي جماهير النادي الاهلي بصراحه. لولا جماهير الاهلي ما كانت البطوله دي نجحت بالشكل اللي احنا شفناه في استاد الملك فهد. بغض النظر بقى عن الشو والالعاب الناريه والحفل الصغير اللي اتعمل قبل المباراه بحوالي 5 دقائق، كل ده شيء لم ينجح ولن ينجح سوى بحضور جماهير الاهلي. دخلت جماهير الاهلي امبارح كانت رائعه جدا، تي شيرت النادي الاهلي، عدد البطولات والالقاب اللي حققها الاهلي على مدار تاريخه، صوره كاس مصر، صوره الدوري، صوره دوري ابطال افريقيا، صوره كاس السوبر، دخله بتعبر عن تاريخ هذا الفريق. دره التاج زي ما بيقولوا كان فريق الكوره اللي كان موجود امبارح. لولا الاهلي ما كانش الحدث ده نجح بهذا الشكل الكبير. واتمنى بصراحه يعني بعد كده فكره ان الاتحاد الافريقي لما تكون المباراه طرفها الاهلي بيجري دايما يشوف المباراه دي هتتلعب فين. فكره المباراه تتلعب في مصر او على ملعب الفاس بدار الابطال ما بقتش مطروحه طول ما الاهلي بطل. مره يوديك المغرب، مره يوديك قطر، مره يوديك الامارات، مره يوديك السعوديه. ما هو الاهلي هي المباراه دي لو اسك ابيجان الايفواري مع ريفرز يونايتد النيجيري كان راح بيها السعوديه كان لعب بيها في ملعب كوت ديفوار، في ملعب اسك ميموزا. ولكن كله بيستفيد من الاهلي. طب اديني بقى العداله، اديني بقى العداله، حدد ميعاد ماتش بشكل مناسب. لا ما يحددش. هات حكم يليق بالمباراه. لا ما يختارش حكم، ما يختارش حكم للاسف. للاسف دي ابرز حاجه او دي ابرز حاجه ممكن اتكلم عليها على مباراه امبارح. درس قوي جدا 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 عشان تستفيد منه، لان المباراه دي لو عدت بايجابياتها وسلبياتها هتواجه نفس المشاكل في المباراه اللي جايه. هتقفل الصفحه النهارده. الفريق اتمرن صباح اليوم في السعوديه، حاليا كل أعضاء الفريق في مكة بيؤدي مناسك العمرة. في المساء إن شاء الله الطيارة هتقلع حوالي الساعة 11 مساء، يعني حوالي الساعة 11 بالليل الفريق هيعود إلى القاهرة عشان يبدأ من بكرة الاستعدادات لبطولة الدوري العام يوم الثلاثاء اللي جاي، ماتش المصري على استاد برج العرب. طبعا هي الصورة اللي كنت بتكلم عليها من شوية، تيشيرت النادي الأهلي عليه رقم 148 بطولة، كأس السوبر المصري، كأس مصر، الدوري، دوري الأبطال، نصر الأهلي، يعني
ارقام كبيره جدا وارقام قياسيه طبعا بالمقارنه بالفريق المنافس امبارح، فرق شاسع. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الملعب ما فيهوش الارقام، الملعب فيه حاجه واحده بس، تأدي وتقاتل من اجل الفوز بالمباراه. قدر الله وما شاء فعل، مش هتكسب كل حاجه، ولكن مهم تعمل اللي عليك وتجتهد وتدرس كل حاجه قبل ما تخش المباراه بتاعتك عشان تبقى عارف لو كسبت يبقى كويس، لو خسرت تعرف انت خسرت ليه، قصرت ولا ما قصرتش، في اخطاء تحكيميه واتكلمنا على كواليس اختيار الحكام والتطوير يعني المزعوم في الاتحاد الافريقي، ولكن كل ده لو انت امبارح نازل مركز وبتجتهد وعندك كياسه وقادر تتعامل مع حكم المباراه كنت ممكن تكسب وتسعد جمهورك. نقفل الصفحه ومن بكره نبدا نتكلم على مباراه المصري ونركز في المشوار اللي جاي، لانه مشوار صعب جدا جدا، مباراتي سان جورج الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا، ماتش المصري ماتش صعب جدا، المصري مغير الجلد، غير لعيبه كتيره، جايب مدير فني جديد بقياده علي ماهر، فالامور كلها هتبقى السنه دي محتاجه تركيز شديد جدا جدا جدا. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. كمال حساب كره 11، الاهلي لا يترك حقوقه، اداره القلعه الحمراء تبدا التصعيد بشكل عاجل ضد حكم مباراه السوبر الافريقي بعد خساره اللقب وسط قرارات تحكيميه مثيره وجدليه. في كلام يعني تقارير صحفيه بيقولوا ان الاهلي ينوي تقديم شكوى. هنتابع الفتره اللي جايه، لكن حتى الان مفيش قرار رسمي او اعلان رسمي ان الاهلي سيتقدم بشكوى. حساب يلا كوره، مشاركه في 4 بطولات، ماذا ينتظر الاهلي بعد خساره السوبر الافريقي؟ خسرت ماتش السوبر ولكن لسه عندك 4 بطولات. الاهلي هيلعب 9 مباريات في 4 بطولات حتى نهايه شهر اكتوبر. نستعرضهم: يوم 19/9 الاهلي والمصري، 24/9 في دوري الابطال الاهلي وسان جورج، ماتش الاهلي وسيراميكا 27/9، عندك ماتش العوده مع سان جورج 30/9 او 1 اكتوبر، هتلعب مع انبي في نصف نهائي الكاس يوم 4 اكتوبر، ثم الاسماعيلي 8 اكتوبر في الدوري العام، بعد كده تروح للدوري الافريقي السوبر ليج 20/10 مع سيمبا ذهاب و24/10 اياب مع سيمبا في القاهره. طبعا ماتش بلديه المحله يوم 29/10 ده هيتاجل لو الاهلي كسب سيمبا وتاهل لمواجهه سان داونز بنسبه كبيره في مرحله الدور نصف النهائي. طيب نروح لحساب اليوم السابع، وحساب اليوم السابع على تويتر بيقول ان الاهلي يبدا تجهيز انتوني موديست للظهور في افتتاحيه الدوري امام المصري. طبعا ما كانش اللاعب متاح للمشاركه بالامس في لقاء السوبر، ولكن بعد قيده محليا يقدر يشارك في مباراه المصري يوم الثلاث اللي جاي. نتمنى التوفيق لانتوني موديست. طيب المصري الرياضي النهارده بيركز على احصائيه رقميه متعلقه بانتوني موديست، بيقول ان هو في قائمه الاكثر تسجيلا للاهداف الراسيه عالميا. شبكه سكواكا البريطانيه للاحصائيات قالت ان هاري كين تصدر القائمه بعد ان وصل رصيده ل 15 هدف احتل بها المركز الاول بفارق هدف عن النيجيري فيكتور اوسمين مهاجم نابولي اللي جه في المركز الثاني برصيد 14 هدف. انتوني موديست كان في المركز الثالث برصيد 12 هدف احرزها خلال وجوده في انديه كولن، بروسيا دورتموند، سانت تيان الفرنسي. فبالتالي رقم جيد جدا واحصائيه كويسه جدا بالنسبه لانتوني موديست المهاجم الفرنسي في النادي الاهلي. طيب حساب الوطن سبورت بيقول ان انتوني موديست يهدد ثنائي الاهلي في الموسم الجديد. بيتكلموا ان انتوني موديست بيهدد محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن، خاصة المدرب السويسري طلب سرعة تجهيز المهاجم الفرنسي، فيما معناه يعني ان كولر هيتعامل مع كهربا كلاعب جناح وصلاح محسن هيكون بديلا للفرنسي موديست بدءا من المباراة القادمة. هي كلها توقعات وان كانت بتقترب بنسبة كبيرة من الحقيقة في مباريات اللي جاية للأهلي. طيب الوطن سبورت بيقولوا بسبب اتحاد العاصمة الأهلي يخسر ريدا سليم أمام سان جورج الأثيوبي. هو طبعا العنوان ناس تقول لك اتحاد العاصمة إيه علاقته بأن الأهلي هيخسر جهود ريدا سليم. ريدا سليم لما كان بيلعب في الجيش الملكي العام الماضي في الكونفدرالية اتطرد لما كان بيلعب قدام اتحاد العاصمة في الجزائر. خد كارت أحمر، خد إيقاف مباراتين. المباراتين هيسروا على أول مباراتين لريدا سليم بعد المباراة دي. لما فريق الجيش الملكي تأهل أو لما كانت المباراة الثانية مع الجيش الملكي واتحاد العاصمة في المغرب غاب عنها ريدا سليم. لو كان الجيش الملكي تأهل للنهائي كان ريدا سليم هيقضي العقوبة مع اتحاد العاصمة، ولكن في مباراة العودة في المغرب اتحاد العاصمة كسب الجيش الملكي فتأهل هو للنهائي ولعب يانج أفريكانز، ولكن المباراة دي غاب عنها ريدا سليم. في مباراة ثانية، المباراة الثانية هتتطبق في دوري الأبطال مباراة الأهلي وسان جورج.
هتنطبق هذه العقوبة على رضا سليم في لقاء الذهاب اللي هيشارك فيه الأهلي أمام سان جورج، ولكن لقاء السوبر بالأمس كان بره إطار العقوبات، فشارك امبارح أمام اتحاد العاصمة ولكن لن يشارك في لقاء الذهاب أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا تنفيذا للعقوبة المؤجلة من العام الماضي. عقوبات دوري الأبطال والكونفدرالية بتسري عليهم بس، ما بتنتقلش لبطولة السوبر، ولا كمان هتنتقل العقوبة إلى السوبر ليج خلال الفترة اللي جاية. حساب الوطن سبورت بيقولوا صدمة جديدة في الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي. كلام بيقولوا إن علي معلول تعرض لإجهاد عضلي عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، وبالتالي فرص لحاقه بلقاء المصري في الدوري هتكون ضعيفة، ولكن هنستنى لغاية الفريق ما يرجع النهاردة بالليل. بكرة هل هيبقى في تدريب ولا في راحة؟ ويوم الأحد هيتحدد إمكانية مشاركة علي معلول في لقاء المصري. عايز أكد على حاجة تانية قبل ما أخرج من ترند الأهلي. امبارح محمود كهربا ومروان عطية خضعوا لكشف المنشطات من قبل اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي، كهربا ومروان عطية. طيب نروح للترند العالمي وآخر حاجة، وحساب البريمير ليج على تويتر بيقول إن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. الملك المصري النهاردة حطم رقم رياض محرز 61، كان رياض عمل 61 تمريرة. طيب صلاح النهاردة 63 تمريرة، فكسر رقم رياض محرز. طيب نروح لحساب في الجول على تويتر أيضا، صحيفة سبورت الأسبانية، برشلونة يفكر في ضم سانشو معارم من مانشستر يونايتد في يناير المقبل ويراقب موقفه مع النادي الإنجليزي. سبورت الأسبانية النهاردة قالت إن نادي برشلونة يفكر في ضم سانشو ولكن على سبيل الإعارة في يناير القادم، ولكن في نفس الوقت هيراقبوا موقفه مع المان يونايتد. دي كانت أبرز الحاجات النهاردة اللي معانا في ترند الأهلي وفي الترند العالمي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.